زكريا يحب التفاصيل قد عينيه، قال لي هات المج يمينك. حلو كده عموره اهو، بص وادي لوجو التاسعه، حاجه اخر حاجه منوره. تمام. طيب تعالوا بقى اولا نتكلم انه احنا عايزين نقعد نتكلم شويه على مسلسلات رمضان، ودي حاجه مهمه جدا. بس واحنا بنتكلم تعالى نتكلم على من قاموا بكتابة أو يكتبون المسلسلات الرمضانية، إيه اللي بيدور في ذهن السيناريست والمؤلف وهو بيكتب؟ هل أقدر أقول إن في سيناريست مثلا بيبقى منحاز لمجموعة معينة من القضايا أو قضية بحد ذاتها على سبيل المثال أو أزمة فكرية طول الوقت بتشغل ذهنه؟ خلونا نرحب بقوة وبشدة بصديق قديم ما تقابلناش عمرنا قبل كده، اللي بينا تليفونات على الهوا ومنورنا المرة دي والحمد لله والشكر لله، مشرفنا ومنورنا الكاتب والسيناريست والمؤلف أيمن سلامة، منورنا. ربنا يخليك يا أستاذ يوسف، وشرف لي أن أنا أكون ضيفك النهاردة. لا نحن المتشرفين، وبرحب بيك وبكل المشاهدين الكرام. يا رب يخليك يا رب يخليك. هتكلم على يوتيرن بعد شويه، بس عايز ابدا الاول بجزء من المقدمه اللي انا قلتها في سطر كده، هي مساله الانحياز الفكري او القضيه اللي بتشغل الهم. اهم الهم اللي انت مهموم بيه عشان تكتب بيه، ودي المشكله الكبيره في لماذا تكتب. يعني هو السؤال الاول، انت ليه بتشتغل مؤلف؟ صح. انت ليه اخترت هذه المهنه؟ لانها مهنه شاقه جدا، ومهنه صعبه، ومهنه سنسأل عنها يوم القيامة عن كل حرف انت كتبته. انت هتسأل امام الله عن كل حرف انت كتبته. انت دعيت الناس لايه؟ انت لعبت في ادمغة البشر، لان المؤلف يلعب في ادمغة البشر. صح. يغير امم. احنا بنقدم فكر بالدرجة الاولى. الفكر ده خطورته انه بيدخل في لا شعور البني ادمين المتلقي. الدراما مختلفة عن اي حاجة تانية، وخطورتها تكمن في ان انت بتقدم حاجه بتدخل جوه اللاشعور بتاعه، فمع التراكم بتلاقيه هو بيتصرف تصرفات الابطال اللي شاف قصصهم عبر التلفزيون وعبر السينما. ففي كوارث حقيقيه لما يبقى المؤلف غير واعي، لما نمسك القلم لناس غير دارسين، لان هو لابد من الدراسه. وانا شايف ان زي كليات الطب كده، ما ينفعش طبيب يتخرج غير او يشتغل بالطب، او يصرح له ان يكون طبيبا، او مهندس يصرح له ان يكون مهندسا، الا ان يكون حاصل على شهاده متخصصه في الطب او في الهندسه. الكاتب كذلك، لان كاتب الدراما مش كاتب القصه. كاتب القصه موهبه. صح. كتابه القصه موهبه. بتقول لك الدكتور يوسف لا لا موهبه قصه. قصة كل واحد متاح له. لكن دراما الأدب لازم أبقى عارف. أنا يا أستاذ يوسف، هناك فرق كبير جدا، ولازم الناس تعرف ده، أن هناك فرق كبير جدا ما بين الأدب والدراما. صح. الدراما جنس مختلف تماما عن جنس الأدب. الأدب كرواية كقصة كشعر يعتمد بالدرجة الأولى على الموهبة. أنت موهوب تكتب شعرا، أنت موهوب تكتب قصة، أنت موهوب تكتب رواية، ده موهبة. شوف الكاتب الذكي يلحق المذيع اللي هو ايه، ما تخش الشمال بقول لك دراما. مش كتابة أدبية. الدراما علم، علم يدرس في جامعات العالم، في أكاديميات في العالم، علم حياة يعني زي كده الرياضة، وزي العلوم، زي الفيزياء. كب ألف كب اتنين ألف زائد كذا تؤدي إلى كذا. هي علم يدرس، لأنه بيلعب في أدمغة البشر. في الحقيقة أنت تغير مجتمعات من خلال مسلسل، من خلال فيلم. مش مسلسل واحد اللي هيغير، لكن مجموعة التراكم هو اللي هيؤدي إلى التغيير. إيه اللي خلاك سلكت هذا المسلك اللي ممتلئ بالأحمال والمسؤوليات والضمير؟ يعني اللي أنا قاعد عمال بسمعه من السيناريست والكاتب أيمن سلامة، ده رجل يمتلك ضمير شديد اليقظة، يكاد يكون لا ينام. بتبدأ كلامك من قبل ما نسأل تقول لي دي مسؤولية قدام ربنا يوم القيامة، هنقول لربنا إيه على اللي إحنا بنقدمه للناس؟ إيه اللي يخليك تروح لهذه المهنة اللي ممتلئة بالمشقة؟ أنا هقول لحضرتك، أنا يعني من وأنا طفل صغير أنا لم أحلم أن أكون زي الأطفال كده بتحلم أن يكون ضابط، مهندس، دكتور. أنا طول عمري أنا عندي الكشاكيل بتاعت أولى ابتدائي ما كاتب عليها المؤلف أيمن سلامة. Yeah. أنا حلم عمري أن أكون مؤلفاً. Yeah.
لان وانا طفل صغير جدا حادثه كده ان انا بتفرج في التلفزيون فشفت الدكتور يوسف ادريس الله يرحمه فعجبني الكاركتر عبقري فسالته هو ده بيشتغل ايه فعرفت انه كاتب انا قلت خلاص انا هشتغل كاتب هطلع كده وبالتالي كان والدي الله يرحمه كان الله يرحمه. بيجيب الاهرام فكان كل يوم اربع في مقال اسمه من مفكر الدكتور يوسف ادريس فكنت اقص المقال ده واقعد احفظه تمام وفضلت في حياتي كلها عندي هدف وطموح محدش يعني كان فاهمه ساعتها ان التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحيه قسم الدراما والنقد هو ده كان هدفي وبالفعل جيت بعد الثانوي دخلت المعهد وتقدمت ونجحت بالاختبارات واستمريت حتى تخرجت من المعهد فكان هي دراسة الدراما هي كانت يعني هدفي وحلمي طول عمري بس وفهمت كويس قوي لان انا كنت من المحظوظين ان انا درست على ايد اساتذة كبار جدا زي الدكتور فوزي فهمي من البنائين العظام يعني ودكتور غالي شكري اساتذه كتير جدا انا مش عايز انسى الاساتذه العظام اللي درسوا الدكتور عبد العزيز حموده دكتور محمد عناني دكتوره نهاد صليحه اساتذه كبار الحقيقه فتعلمت منهم حاجات كتيره اهمها ان انت ماذا تقول وبتقول لمين وبتقدم ايه فلابد ان تكون ذو ثقافه موسوعيه لازم تكون عندك الثقافة اللي انت تقدر تخاطب بيها الناس صح ما تقولش كلام غلط فابتديت اكون نفسي هي دي كانت البداية بس فيعني فيزداد اعجاب المذيع اعجابا على اعجاب لانه يبقى اعجابي الاول مرتبط دائما باعمالك فيبقى اعجابي الثاني اكبر كمان من الاعجاب الاول لانه الكلام فعلا واضح جدا انه هو ده اللي جوه ضميرك يعني مش بتقول كلام يقول لك ايه احنا مش بنقول كلام صحافه ولا كلام تلفزيونات عارف المقوله الشهير بتقول كده طيب ده بيخليني اسال ايهما اكثر تاثيرا سينما ولا دراما لا تلفزيون دراما طبعا لان السينما فيه يعني انت النهارده انت 100 مليون لكن انت النهارده لغايه دلوقتي في الاحصائيات جمهور السينما في مصر لا يتعدى ال 2 مليون فانت ما زي الصحافه للاسف الشديد ان انت عندك 100 مليون بس النهارده وايهما احلى الجوردان بيطبع 30,000 نسخه ومين الاحلى؟ الاحلى السينما طب ليه فيلم واحد ما تجاوبش؟ اروح للفاصل ونرجع في حين انه فيلم مهم بيناقش فئه عمريه وده في حد ذاتها اصعب فئه عمر المراهقين بنات ثانوي او المراهقات في هذه الحاله بس هسال هو ليه فيلم واحد مع انها الاحلى؟ فاصل ونكمل الكلام مع الكاتب والسيناريست أيمن سلامة استنونا بعد إذن حضراتكم كل الترحيب بضيفنا العزيز الكاتب والسيناريست أيمن سلامة وهروح على بما إنه السينما أحلى ليه فيلم والله هي جت كده يعني انا مش مرتب لها وانا ابتديت اذاعه بعد ما اتخرجت من المعهد ابتديت اذاعه كم كبير جدا من الاذاعه كم مسلسلات رهيب وبعدين تحولت الى التلفزيون واستمريت في التلفزيون وجت السينما كانت من حين لاخر بيبقى في مشروعات بس المشروعات ما كانتش بتكمل لغايه ما كمل بنات ثانوي وحاليا في المفروض ان احنا بنعد لفيلم اخر اسمه رابع جامعه برضو المرحله العمريه بس مرحلة. للولاد بقى مش للبنات ودي برضو المرحله الاغتت عند الولاد او الاكثر خطوره لان انا هاممني قوي السن ده هاممني قوي ان احنا لان ده مستقبل مصر ده الشباب بتاعنا ده اللي النهارده هو اللي قاعد على الفيسبوك وهو وبعدين انت التركيبه العمريه في المجتمع اتغير النهارده انت عندك حوالي اكتر من 60% يعني اقل من ال 20 سنه فانت بتلعب في منطقه ان لازم الناس دي تؤهل ل يعني ان دول مستقبل مصر فعلا وده الاهتمام اللي حاصل من فخامه الرئيس في مؤتمرات الشباب انا حاسس ان هناك توجه للدوله ان هي تهتم بالشباب وتركز على الناس ديت لان دول اللي هيقودوا البلد بعد شويه فالناس دي لازم تكون مدركة
وعندها وعي وعندها يعني ما نسميه يعني إعادة بناء الإنسان. إن هو يتم إعادة بناء الإنسان المصري عن طريق الشباب دول، لأنه اللي هيتحملوا المسؤولية بعد شوية. صحيح. طب تعال نروح بقى على يوتيرن. هو ليه سميته يوتيرن؟ أنا فاكر وأنا صغير كان ما كناش نقول يوتيرن، كنا نقول الملف الجاي. بقينا بالوقت استخدمنا المصطلح بتاع يوتيرن ده، لانه حرف يو وده المصطلح الغربي بتاعه. فالاول السؤال، ليه سميته يوتيرن؟ لان ببساطه شديده جدا، لو انت ماشي في طريق وحسيت او شعرت او تاكدت ان انت غلط، لازم من تلف ورجع فورا من اول يوتيرن، ما تكملش. لان لو كملت انت يعني بتؤكد الغلط بتاعك وبتؤكد الاستمرار في الخطأ. فلابد ان انت تعود من اول يوتيرن وترجع تاني وتبتدي حياتك، تبتدي تجيب الطريق من اوله بقى. ده المفتاح بتاع المسلسل. ده المسلسل ببساطة شديدة. احنا عندنا بطلة بتكتشف ان هي ماشية في طريق خطأ. فبتقرر العودة. في طريق العودة بقى هتلاقي حاجات مطبات كتيرة ومش سهل يعني العودة زي ما بنتصور يعني. بس هنشوف بقى، نتفرج بقى نشوف هي هتعمل ايه. وهتعرف تتخطى المطبات؟ لا ده سؤال برضو يحرق المسلسل. مطبات صعبة جدا لدرجة انها تعيد التفكير؟ طبعا طبعا مطبات صعبة. و وتندم على اليوتيرن وتقول ما كنت خليني ماشية في الغلط. لا مش هتندم على اليوتيرن. مش هتندم على اليوتيرن. لان اليوتيرن مهما كان هناك، وده الرسالة اللي احنا بنوصلها، ان مهما كان مهما هتدفع الفاتورة او هتدفع الثمن، لا ارحم من انك تستمر في حياة هي انت يعني مغبون فيها، وانت مظلوم فيها، وانت ماشي غلط فيها. مين البطلة؟ البطلة طبعا الفنانة ريهام حجاج، وده تاني تعاون بيني وبينها بعد لما كنا صغيرين. والحقيقة احنا بقى في كيمياء ما بيننا كده، فالتقينا في لما كنا صغيرين، وكان معنا طبعا النجم محمود حميدة والنجم خالد النبوي، وكان اخراج محمد علي. والعمل ده بقى بيشرفني فيه ان نعود مرة تانية انا وهي للتعاون مع بعض، وبيشرفني فيه ان يكون عودة الفنان القدير العظيم توفيق عبد الحميد. لا. من خلال هذا المسلسل. رائع انا احبه جدا جدا جدا. فنان محترم، رائع ومتمكن رائع ومحترم جدا، وانسان جميل يعني عظمة، وبيعمل دور مفاجأة وهنتفاجئ بيه في عودته بعد شرير المرة دي ولا بعد 12 سنة. ما اقدرش اشوفه شرير، ما اعرفش. مش هقول لك طلع ايه. بس بعد 12 سنة بيعود مرة تانية للشاشة من خلال هذا المسلسل، فده كان شرف كبير ليا. مين صاحب فكرة عودة الأستاذ توفيق؟ الحقيقة كنا الأستاذ جمال العدل منتج، النجمة ريهام حجاج، المخرج سامح عبد العزيز. رائع. احنا جميعا كده يعني كان عندنا هدف ان احنا نرجع هذا الرجل. سمح. انا بحبه على المستوى الانساني والمستوى رفيق كفاح قديم. على مستوى الانساني هو في علاقة ود بيني وبينه من زمان، لان هو خريج المعهد العالي للفنون المسرحية. أيوه. ايضا ففي معرفة قديمة من خلال المسرح. فبرضو انا من ناحيتي الاستاذ جمال العدل في صداقه عمر بينه وبينه، ان هم كانوا زملاء مدرسه واحده في شبرا. فبرضو الاستاذ جمال قدر يقنعه، ريهام دخلت على الخط وقدرت تقنعه بطريقتها. ولما قرا الورق وقعد يتناقش معايا، فوجد نفسه او هو اللي يقول الكلام ده يعني. فالحمد لله ان احنا قدرنا ان احنا نعيده مره ثانيه العمل يعني. والمسلسل هيفضل برضو يتصور لحد اخر يوم في رمضان؟ لا ان شاء الله. لا ان شاء الله. بدري. لا هنخلص بدري جدا، لان احنا الحمد لله يعني قاطعين شوط كبير جدا. فالحمد لله يعني احنا مخلصين كتابه يعني، خلاص على وشك النهايه يعني في اواخر الحلقات خلاص ان شاء الله. اللهم بلغنا رمضان، ولازم هنتقابل تانية في رمضان واحنا قاعدين بنستكشف احداث المسلسل، وممكن يبقى ساعتها عندي سؤال مقدم كده هقوله لك من دلوقتي نبقى نجاوب عليه في رمضان. هل من الوارد ان السيناريست يبدا يلعب باحداث المسلسل طبقا لردود افعال المشاهدين، فيعمل تويكس ويعمل حاجات جديده ويغير اشياء؟ الاجابه نعم. نعم من دلوقتي بتحصل طبعا. كل شوق لمشاهدة المسلسل، ونشوف بقى ساعتها ردود الأفعال بتاعتنا كمشاهدين إزاي هتنعكس على هذا المسلسل. ساعتها برضو إن شاء الله يدينا ويدو حضراتكم العمر، أستاذ أيمن سلامة يبقى موجود معنا.
نورتنا وشرفتنا واسعدتني وشرفتني بشكل شخصي. انا بشكرك جدا جدا، وانا يعني كنت بستنى هذا اللقاء. لا ده انا اللي اتشرف، ما تقولش كده. ربنا يخليك يا استاذ ايمن. بشكرك. كل الشكر لكاتبنا الرائع جدا والسيناريست المؤلف الاستاذ ايمن سلامه، مؤلف المسلسل الرمضاني القادم يوتيرن. انتظروا هذا المسلسل وتفاعلوا، لانه تفاعلكم هيؤدي الى ايه؟ هيتغير حاجات. وارد، مش انا اللي بكتب بس، وارد. خلونا نروح للفاصل ونرجع بعد الفاصل، ودنا هتسمع صوت جميل، موسيقى حلوه جدا لروضه زكي. استنونا.